السلام عليكم ورحمة الله، منورين واهلا بكل عشاق لعبة يوجي ماستر دول. ازاي تعمل اكونت تاني للعبة يوجي ماستر دول من غير ما تحمل اللعبة من اول وجديد؟ طبعا انت كشخص عندك اكونتك الاصلي اللي انت بتلعب بيه، فاللعبة بتفتح معاك عادي. يعني انا اهو عندي مسجل باكونت اهو، او انا جيت افتح يوجي فاللعبة فتحت معايا عادي. افترضنا بقى ان انا جيت اسجل بحساب ستيم تاني، او عايز اعمل اكونت تاني على لعبه يوجي، هيقول لي حمل اللعبه 8 جيجا من اول وجديد. فازاي تحل المشكله دي؟ طيب الاول هنقفل ده كده. انا عايز بقى افتح الاكونت بتاع التاني، هو ده اكونت واحد صاحبي فانا واخده منه عشان اوري لكم الطريقه دي. يعني هنقفل كده يا رجاله، نقفل عادي خالص. اول حاجه هنسجل خروج من الاكونت بتاع ستيم ده، ساين اوت. سجلت وفتحت الحساب الاخر اهو يا شباب. لو انا جيت عند اللايبراري هنا وجيت بقى عشان افتح لعبه يوجي ماستر دول اللي عندي، شوفوا هيجيب لي ايه. اهو بيقول لي حمل 8 جيجا من الاول. فازاي تحل المشكله دي؟ هقول لحضرتك ازاي تحل المشكله دي دلوقتي. طيب انت كشخص لو هتعمل اكونت جديد في لعبه يوجي، خلص كل المراحل اللي فيه. انت طبعا لما بتكون بادئ اكونت جديد بيقول لك انت كنت بتلعب اللعبه ولا لا، ويقعد يعني ايه يدخلك في مهارات تدريبيه، تمام؟ فانت خلص كل المهارات التدريبيه، وبعد ما توصل للشاشه دي يقول لك 8 جيجا نيد تو داونلود، هتقوم قافل اللعبه كده. حلو يا شباب، هتقفل اللعبه. بعدين هتتوجه للعبه من هنا كده، هتدوس على كليك يمين، في حاجة اسمها مانج، هتدوس على مانج، بعدين هتدوس على براوز لوكال فايل. طبعا أول ما تدوس عليها هيفتح لك الشاشة دي يا شباب. هتخش على حاجة اسمها لوكال داتا، هتلاقي عندك هنا ملفين، ملف باليوزر الأول وملف باليوزر الثاني. أنت سجلت يوزرين على ستيم، فعمل لك ملف باليوزر الأول اللي فيه الأكونت الأول بتاع اللعبة والأكونت الثاني. طيب تعرفه إزاي؟ هتلاقي الأكونت الثاني حجمه 8 جيجا اللي هو حجم اللعبه، والاكونت الاولاني 19 بايت اهو، مش مدينا حجم. انتوا واخدين بالكم؟ اهو يا شباب ده اللي بيقول لي حمل ال 8 جيجا من الاول فيه، انما ده الجاهز اللي فيه ال 8 جيجا اليوزر الثاني. طيب احنا كل اللي احنا هنعمله هنخش هنا هننقل دي، لو انت عندك مساحه انقلها كوبي، لو ما عندكش مساحه يفضل انقلها كات. انا واحد ما عنديش مساحه فهاخدها كات وهحولها على الاكونت التاني اللي هو اول ما بفتحه بيقول لي نيد تو داونلود 8 جيجا. طيب هعمل بقى ايه؟ بيست. استنى بقى اما ينقل كده يا شباب. طبعا هو عشان حجم الملف 8 جيجا فهياخد وقت شويه. 2000 years later هيقول لي ريبليس فايل، اقول له اوكي ريبليس. طبعا يا شباب انا عامل ستيم لايبراري عاملها في الدي، انت برضو ممكن تنقلها. هتخش بقى ندوس بلاي كده، هتعمل له ريبوت، نعملها كمان مره، هتلاقي اللعبه فتحت معاك بدون اي مشاكل. هنشوف دلوقتي يا رجاله. لو تلاحظوا كان الاول بيقول لك داونلود 8 جيجا، دلوقتي الدنيا تمام كده. حولت على الاكونت بتاعه من غير ما انا اضطر ان انا اعمل داونلود ل 8 جيجا. طيب في حاجه تانية بس عايز اقولها لكم، لو انت بقى نقفل دي بقى خلاص. طب انت بقى لو انت عايز مثلا عندك اللعبه في السي وعايز تنقل مكان اللايبراري، او انت مثلا حملت ويندوز فانت مسجل اللايبراري على الدي، في ناس بتسجل اللايبراري على الدي عشان لو حملت ويندوز السي بيتمسح. لو انت نزلت ويندوز يا معلم وسطبت ستيم، عايز بقى تجيب اللايبراري اللي على الدي عشان تجيب الاعدادات بتاعتك دي، تجيبها ازاي؟ كل اللي عليك بتخش هنا حاجه هنا اسمها ستيم، بعدين سيتنج، بعدين بتخش على ستوريج، عندك سي هنا وعندك دي. طبعا لما انت بتحمل ويندوز فهي بتكون معموله ديفولت، معموله كده ديفولت، شايفين النجمه دي معموله ديفولت على السي، فانت عايز تنقلها للدي
حضرتك كل اللي عليك بتعمله بتدوس على الدي هنا كده، تعلم على الثلاث نقط دول وبتعملها، هي هتكون ظاهرة عندك ميك ديفولت. حلو، فانت لما تعلم على الثلاث نقط دول هتلاقي ميك ديفولت هنا، فبتعمل ميك ديفولت هيعمل لك نجمة عليها، يبقى ده اللوكال درايفر الاساسي اللي هيتنسخ عليه ملفات اللعبة وكل التحديثات وكل حاجة. طبعا لو انت هتنقلها على الدي من السي فبتعمل دي كده وبتعمل موف. حلو يا شباب، لما انت بتدوس موف بيقول لك انت عايز تنقلها فين، عايز تنقلها، هل عايز تنقلها على السي؟ هي هتكون على السي، فانت هتنقلها من السي للدي بقى. تمام يا شباب، يبقى انت لو هتنقل الشغل بتاعك على الدي فهتعلم على كل الالعاب اللي موجوده عندك وتعمل موف وتنقلهم في الدي. انا مثلا عندي الالعاب دي لو هحول على السي هعمل موف وانقل على السي، وهروح على السي وهعمل ميك ديفولت عشان كل التحديثات وكل حاجه تبقى على السي. يعني اتمنى بس تكون النقطه دي قد وضحت يعني بشكل كويس. بس كده، ده كل اللي انا حبيت افيدكم بيه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.